لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا رب يا رب أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، يا رب أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي، يا رب أنا لا أخاف وفي حماك أماني، يا رب أنا إن نسيت فبرضاك لا تنساني. الحمد لله الذي علم ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو أراد أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. سل أم موسى لما خافت على ولدها أن يأخذوه، فقال الله لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه، لكن بعد أن يأخذه جنود فرعون ويحملوه وينفقوا عليه من ماله ويطعموه، ولو علموا حقيقة الأمر ما فعلوه، فسبحان من لا يعلم الغيب إلا هو. وسل أخوة يوسف لما أخذوه وفي البئر ألقوه، وقالوا أكله الذئب، وقال الذئب هم في البئر ألقوه، وحمله السيارة وبخبز منهم باعوه، فعاش شريفا عفيفا وبالفاحشة طالبوه، فقال رب السجن أحب إلي مما يطلبوه، وبرغم براءته سجنوه، فأحوجهم الله إليه فمن السجن أخرجوه، وبأيديهم على كرسي العرش وضعوه، وجاء إخوته وأمه وأبوه، فقلب بصره في ملكه ثم قال هذا كله من فضل ربي فوحدوه. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المعزون الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الجالس معنا والمستمع إلينا في كل مكان يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نستمع إلى النغم الأصيل، هيا بنا نستمع إلى الدقة في الأحكام والنغم الشقي الذي يفسر القرآن بالقرآن. نعيش الآن مع التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله، القارئ بمصر والعالم العربي والإسلامي والمقيم بكفر طناح بمحافظة الدقهلية. أتمنى له علوا ورقيا وسموا وروعة كما عودنا. ادعوا له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم يا رب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى
ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا وزكريا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية. وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه
واحدة وأنا ربكم أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم إلينا راجعون. كل إلينا راجعون. كل إلينا راجعون. وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كل إلينا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق واقترب
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها حسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم
تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا وما أرسلناك
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة لقد سمعنا واستمتعنا بما هو خير القرآن الكريم آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله القارئ والمقيم بكفر طناح بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا على حسن الاستماع وشكر الله سعيكم جميعا. نقلناها لكم عبر احدث مكبرات الصوت والانارة الحديثة ادارة المهندس محمد سلام المقيم ببراهمطوش مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. الخدمة الفندقية ادارة المتر احمد راغب سليم، ومعنا ايضا المصور العالمي المهندس احمد الجعبري والمقيم بدندية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. ومعنى